نعم نعم. غير جوج كلمات على حسن الختام ان شاء الله. حسن الختمه وحسن خاتمه. ياه خاتمه. شوفي حسن الختام هو اللي فتت الاكباد ديال العارفين. الانسان دائما يسال الله تعالى ان يختم له بالخاتمه الطيبه. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد يقاتل المشركين. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين في غزوه احد، وكان واحد الرجل يسميه قزمان، وهذا قزمان كان شديد المراس على الكفار، يقاتل مزيان. وجاءوا مع سيدنا النبي قالوا له يا رسول ما رايناك قزمان اليوم اشد باسا على الكفار، اللي يوقف قدامه راه يقتله. قال لهم النبي دعوه فهو في النار. ربي 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 يجاهد مع النبي وفي النار. جو لو عنده قال يا رسول قزمان كذا، قال لهم هو في النار. من اللي قال لهم ثلاثه نتاع المرات اش داروا؟ قالوا صدق رسول الله، رسول الله لا ينطق عن الهوى. فتبعه بعض الصحابه ينظرون الى عاقبته وخاتمته. فلما جرح لم يصبر على تحمل الم الجرح، فوضع ذؤابة السيف في بطنه فقتل نفسه. فجاءوا إلى رسول فقالوا نشهد أنك رسول الله، لقد قتل قزمان نفسه. فقال رسول الله ولذلك أقول لكم إنما الأعمال بالخواتيم. إذا أحب الله عبدا ختم له بالخير. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه قال إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله؟ قال يختم له بعمل صالح ويجعل ثوابه الجنة. يختم له بشي عمل مخير، ولكن ما بغاش يختم له بالعمل ديال الشر ويموت عليه فيدخل النار. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا شبر، فيعمل بعمل أهل النار في الختام فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا شبر، فيختم له بعمل صالح فيدخل الجنة. الآن غادي نسقسيكم، إلا بغى الإنسان تكون الخاتمة نتاعو زينة، واش خصو يدير؟ يصلي. واش خصو يدير؟ يصلي. الحاجة الأولى قبل الصلاة والصلاة، واش هي الحاجة الأولى؟ واش هي الحاجة الأولى؟ الحاجة الأولى الحاجة قبل بالطعام تاع الله، واش هي؟ الشهادة. قبل قبل، الحاجة الأولى هي تخاف من سوء الخاتمة. تكون خايف، لأن اللي يخاف يحذر راسه، اللي يخاف العدو والعدو جاي منه ما يفوتش مع الطريق. هاد الطريق ما تخرجش فيها العفريت. المرأة تخاف لو كان تخرج منها كاين الظلمة كاين العفارت، ما تخرج تمشي مع طريق أخرى. يخصك تخاف من سوء العاقبة، معنى خص يكون في قلبك الخوف من سوء العاقبة. تخاف يضع لك عند الموت الإيمان. خير ما تملكه الإيمان. فقد قال رسول الله الناس أربعة: رجل ولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا سعداته، ورجل يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا أبعده الله، ورجل يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا يا رب تستر، ورجل يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا يا سعداته. الخاتمة تولد كافر وعاش كافر وختم له بالإيمان، والاخر وزاد مؤمن وعاش مؤمن ومات كافر. اذا باش الاولى تخاف، تخاف. دخل سيدنا محمد بن المنكدر على عمر بن عبد العزيز قال له كيف اجدك يا امير المؤمنين؟ قال له راني خايف. قال له اخاف عليك ان لم تكن خائفا، وما دمت خفت هذيك هي الطريق. خصك تخاف، هذه الاولى. ولذلك سيدنا كانوا يخافوا سوء العاقبه، يخافوا يقول له يا ربي. ومنين يخافوا واش بغوا يديروا؟ من يخافوا بالخاتمة شنو يديروا؟ ادعي والله، ادعي والله يا رب احسن خاتمتي. شوف القرآن واش يقول في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا بعد، يا ربي ما تزيغش قلوبنا على الإيمان بعد ما هديتنا، ما تخرجناش على الإيمان، رحنا قاضين الطريق يا ربي وتلاقينا واحد المفلس وداني يخرجني برا. يا ربي راك هديتني وكملني حتى نوصلك، ما بغيتش انا الهدايه نتاع 4 ايام ولا نتاع 10 سنين، بغيت الهدايه حتى نروح لك وانا على الايمان. المره الاولى الحاجه الاولى تخاف، والثانيه واسمه تدعي. الامام واحد الامام مشهور كيقولوا الامام الترمذي، تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ الترمذي يروي الحديث
هذا شاف سيدنا رسول الله في المنام قال له يا رسول الله راني خايف سوء العاقبة والختام السيء. هو محدث قال له سيد النبي ما تخافش، خاف ودعي هذا الدعاء. واسمه يا الدعاء واسمه اللي قال له تدعي واسمه ها؟ اللهم يا حي يا قيوم، عقل عليها، يا حي يا قيوم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. ما تكلنيش، ما تخلينيش لشي واحد أخر، احفظني أنت واحفظ لي إيماني أنت. أنا استودعت إيماني عندك وديعة، إيماني أمانة عندك، وأنت اللي تحفظ الأمانات. كما هديتني يا ربي بلا ما نسألك أكرمني بالهداية حتى نروح لك وأنا من المهديين. هذه الزوجة تخاف، والثانية تدعي، الثالثة وزيد، الثالثة من مر الدعاء واسمه باش يختم الكتاب لي، ما اسمه الثالثة؟ راكم قلتوها، قلتوها المحافظة على الصلوات الخمسة في المسجد والمرأة في الوقت. ماشي شيء الله يحفظ ويستر. يوذن الظهر وما تصليش المرأة، ويوذن العصر وما تصليش، تقولي لا خايفة الدجاج يهربوا لها بالقدرة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تبقى يا ونساء تا 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 والظهر با 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 يا بدي لو تصلي اسك تصلي، ولا ما كانت تصلي كي يدير يختم لها ربي بالإيمان. أول ما يحاسب عليه عبد يوم القيامة الصلاة. إلا صلحت صلح كل العمل، وإلا فسدت فسد كاع العمل. الصلاة والرابعة واسمه مور الصلاة واسمه أخر، الرابعة واسمه الصلاة. قاعد فرائض الصيام وكذا وكذا. يعني كاين تخاف العاقبة، تدعي ربي باش يثبتك على الإيمان، وتصلي. الرابعة واسمه هو زين، أنت مش مع اللي خير بيا. نحظي روحي بصحبة السوء. أنت يا صديقة نتاعك اللي تمشي عندها هي مكملة ما تصلي ما والو، حتى تجي تنوضي تصلي تقول لك ما عليش ربي رحيم أجلسي، ما تبدلي زهو بشقاع أجلسي صافي. وتبقى من اللي دخلت معاه ويا تضر في الناس، تاكل في اللحم تاع عباد الله، دارت فلانة دارت فلانة دارت فلانة دارت فلانة دارت فلانة، ومنين تجي تذكرها بسيد ربي تقول لها خلينا ترانكلتي غير الله الله الله. الموت 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 بحال اللي هي غادي تخلد. خصك تكون عندك كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الصالح. لان لا كنت عندك الرفيق ماشي مزيان وداك للطريق اللي ماشي مليحه، يوم القيامة تندم، ولكن فات وقت الندم. ويوم يعض الظالم على يديه شو ندم اشا في بطقي، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. يا ويلو يقول اللي مشيت ردت فلان خليل، صاحبي صاحبي ماشي مليح، صاحبتي ماشي مزينه، تديني غير الطريق الشينه، تديني غير الطريق الشينه، حتى وليت الله يحفظه ويستر في هذه البلاصه تندم. هذه الرابعه الصاحب. والخامس زيد الخامس، هيا تخاف من العاقبه وتدعي ربي وتصلي وتصلي وتكون صاحبك والرفيق نتاعك مزيان. والخامسة هذا هو القضية واسمه هي هي أن تتعلم الدين العلم وتدعو الناس إليه. تعلم الدين، هذا 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 هذ الجلسة هذه علاش جلسنا؟ باش نقوي إيماننا، باش باش يثبتنا ربي. هذا الجلسة علاش؟ علاش؟ باش تزيدوا الإيمان، باش نستعدوا الأخيرة، باش ربي يثبتنا. هذو خمسة عقلوا عليهم. تخاف من سوء العاقبة، عقل عليها، تدعي سيدي ربي باش يثبتك، صلي الوقت يكون الرفيق نتاعك صالح، وتعلم الدين وتدعي له. هذو خمسة غادي نلخصها لكم كاع، نقولها لك في كلمة واحدة. اللي يبغى حسن العاقبة يموت على الخير، واش خصو يدير؟ يعيش على الإسلام، يعيش على الدين. قال رسول الله من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إلى أنت عشت تحب الدين وتحب العلم، وعندك أخوك مؤمن ودائما تدعي لله ودائما تدير الخير،
تموت على ذاك الخير. ولكن الانسان الله يحفظه يستر يعيش على شي حاجه ماشي مزيانه يموت عليها. شحال من واحد كيسكر ومات سكران، واللي عاش سكران يموت سكران ويدخل قبره سكران ويحشر الله سكران ويدخل جهنم سكران ويشرب في النار طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل جهنم. لطيف لطيف، هذا هو. الله يثبتنا وإياكم، الله يثبتنا وإياكم، وصلى الله على حبيبنا محمد.